كابتن اسامه الف مبروك، فاز من يستحق. اه طبعا الفوز مستحق من بدايه المباراه. انت اللي مسيطر، انت اللي فرصك اخطر، ويمكن احنا قلنا الشوط الاولاني النادي الاهلي كان لازم يطلع كسبان، لكن هي المفاجاه صحيح الاداء نسبيا قل الشوط الثاني باستثناء العشر دقائق الاخيره تاني اللي رجعنا بالحماس الشديد حتى لو في اخطاء، لكن الحماس اللي هو بتاع روح النادي الاهلي وروح الفانيلا انه عايز يكسب اللعيب بالظبط، عايز يكسب لان في فترات وقعت منك كتير من الشوط الثاني، لكن انت اللي كنت اقرب برضو للمكسب. فرقه امبي جابت جون مفاجئ، صحيح الفاول اتحط حلو جدا من مصطفى شلبي، ولكن توقيته الصعوبه ان توقيته كان صعب، الدقيقه 75 والوقت ده، انت جبت الجون الاولاني في الدقيقه 94 والجون الثاني في الدقيقه 96 ونص، يعني داخل على 97 اللي هي اخر ثانيه، فانت في 3 دقائق قدرت ترجع بهدفين، بس يمكن زي ما قلت كانت الفرص كتيره من الاول انك تجيب الهدفين دول. كان لازم تحسم مبكرا. كان لازم تحسم مبكرا، فالفوز جه متاخر ولكنه مستحق. فمبروك لفرقه النادي الاهلي والجهاز النهارده، ومبروك لجماهير الاهلي انه كان صعب قوي بعد 3 تعادلات وهزيمه انك حتى تتعادل النهارده، كانت تبقى صعبه. فالفوز جه في توقيت صعب، وده اجمل حاجه في اللقاء انه الجونين جم في 3 دقائق، يعني في وقت صعب وظروف صعبه، وفي لعيبه كتير صغيره في الملعب، وفي لعيبه كانت بعيده عن الماتشات، فكون الروح دي اللي هي بتاعت روح الفانيلا تيجي لك برده في اخر 3 4 دقائق وتجيب جونين، فهو فوز مستحق والحمد لله، يعني الناس صالحت بيه جماهير النادي الاهلي النهارده. الحمد لله غير الماتش اللعيبه، غير مباراه البنك الاهلي. الحمد لله.